من جانبه وجه رئيس الوزراء شريف إسماعيل بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لمصابي حادث منطقة رشدي بالإسكندرية. يأتي هذا فيما أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام توجيهاته بانتقال فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا ونيابة سيدي جابر إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة اللازمة والانتقال إلى المستشفيات لسؤال المصابين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.